السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أعزائنا الكرام في كل مكان مع هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم إن شاء الله هو بعيد عن طرهات اليوتيوب، بعيد عن القيل والقال، بعيد عن التقدير وبعيد عن كل شيء. عدد كبير من الناس عندما يقومون بإنشاء مدونة سواء في بلوجر أو ووردبريس من خلال سكريبت أو مجلة يتم تنصيبها في هوست محدد، أو من خلال مدونة بلوجر يتم عملها من خلال خدمة ومنتج جوجل، فدائما ما يعاني من مشكلة وهي عدم قبول الموقع أو المدونة أو المنتدى أو المجلة مع جوجل أدسنس. فأخي أختي الكريمين، نحن نعرف في الوقت الراهن أن جوجل أدسنس هو الوسيلة الوحيدة والأوحد والمتاحة للجميع التي تساعد صناع المحتوى ومنشئي المحتوى كتاب كيفما كانت الصفة بالربح، لأنه ليست هناك إمكانية للربح من موقع إلكتروني إن لم تكن هناك إعلانات على شاكلات وحدات. إذا أصدقائي الكرام، فمثلا عندما نتحدث عن ووردبريس فهنا نتحدث على مستوى رفع موقع داخل سيرفر، فأنت هنا تعمل على موقع إلكتروني في سيرفر تقوم بإدارته بالكامل من خلال ذلك السكريبت، تقوم بإنشاء المواضيع، تقوم بإضافة له شكل أو قالب، يعني الموقع أنت ملك، يعني هو ملك لك 100%. وحتى بالنسبة لمسألة الباندويتش أو لا بالنسبة للترافيك، فأنت تقوم بشراء الترافيك أو إعادة توسيع الترافيك في موقعك حسب عدد الزوار. إذا كان عدد الزوار كبير فيجب أن يكون عدد، يعني يكون الترافيك كبير. إذا كان الترافيك صغير وعدد الزوار كبير فهنا الموقع سوف يتوقف عن العمل بدون سابق إشعار، لأن الباندويتش فهو يعطيك إمكانية تحميل البيانات داخل ذلك الموقع بشكل شهري، وبالتالي إذا تم تجاوز ذلك الأمر فالموقع لن يشتغل مع الشخص إذا كان عليه ضغط على الباندويتش. إذا بالنسبة لمن يعمل على بلوجر، وأنا بصراحة أنصح جميع الأشخاص المبتدئين بالعمل على بلوجر، لأن هناك من يقول أن بلوجر هي ليست من أفضل من ووردبريس، وأنا أتفق معكم لأن بلوجر لا توفر لك عدد كبير من الأدوات، وبالتالي فووردبريس تتطلب القليل من المال. حتى وإن كانت المجلة والإسكريبت يعني مجاني، فالهوستينج يجب أن نشتريه بعناية ومن مواقع صادقة وموثوقة، ليس من أي موقع، لأنه إذا قمت بوضع مواضيع ومقالات وتم توقيف ذلك السيرفر بدون سابق إشعار فأنت سوف تضيع في مقالاتك ومواضيعك، وبالتالي يجب عليك في كل وقت أن تقوم بوضع المواضيع وتقوم بأخذ نسخة احتياطية من تلك المواضيع، حتى وإن تم قفل الهوست تقوم بإنشاء هوست آخر وربطه مع الدومين وتقوم برفع المواضيع من جديد لكي يتم إعادة صياغتها وقراءتها من خلال عناكب البحث. إذا هذا هو الووردبريس وهذه هي عيوب الووردبريس. ووردبريس يتطلب منك أن تكون مؤسسة أو شركة كبيرة تمول الموقع بكفاءة عالية. بالنسبة لبلوجر، كنت شخص عادي يمكنك أن تتعامل مع الموقع بعناية تامة وتدون في المجال الذي تحب، بشرط المجال الذي سوف أدون فيه هو مجال يكون قانوني من الدرجة الأولى. أنا مثلا سأدون في الطب، إذا أنا سأكون طبيب، إذا سأدون في الطب. سأدون في الأدوية، إذا أنا صيدلي، سأدون في الأدوية. لماذا؟ لأنه إن لم يكن لك اختصاص ثابت في المجال فكن على يقين أنك ستحصل على مشاكل. تخيل معي إذا مثلا قمت بتقديم دواء محدد ولذلك الدواء هو لا يعالج ذلك المرض، وتم الإبلاغ على مدونتك من طرف طبيب أو صيدلي محدد وقال على أن هذا الشخص فهو قام بطرح شيء ممنوع أو غير متوافق، ففي هذه الحالة سيتم توجيه إنذار إليك وسوف يتم غلق مدونتك. لذلك فأنا قلتها لك الآن، اختر المجال الذي تراه مناسب والذي تعرف كيف تدون فيه. إذا بعدما عرفت المجال الذي سوف أدون فيه يجب علي أن أبتعد كل البعد عن الأشياء التي تكون ممنوعة ومرفقة لذلك المجال. مثلا إذا تكلمنا في التقنية، أبتعد عن مجال الهاكينج، أبتعد عن مجالات القرصنة أو وضع برامج مقرصنة أو أضع سيريالات. إذا كنت أتحدث في مجال الساتلايت والريسيفر، أبتعد عن الاي بي تي في وأبتعد عن الشارينج، الشفرات، كل الأمور التي ليست قانونية وماشي ليغال أحاول الابتعاد عنها قدر المستطاع.
اخترت المجال الذي سأدون فيه. إذا الآن جاء وقت التدوين، إذا أنا يجب أن أدون بطريقتي الخاصة بصياغة الخاصة بدون الحاجة للبحث عن أدوات تقوم بصياغة الموضوع أو ترجمتها في جوجل تراديكسيون أو ترانسليشن. فإذا كنت من النوع الذي سيستخدم هذه الطرق لن تنجح في حياتك أو في مسار حياتك. لماذا؟ لأنه عندما سيأتي القارئ إلى موقعك سيلاحظ الأخطاء الإملائية والكارثية في بعض الأحيان التي لا ينتبه لها الشخص في الكوبي باست، وإذا لاحظها ستخسر زائر. لذلك فصياغة الموضوع تأتي بالمجهود، آتي به بأي لغة، قم بترجمته في جوجل ترانسليشن، ولكن افهمه، يجب أن تفهم الموضوع وتقوم بكتابة مقال أولي وتقوم بنشره في المدونة. إذن الآن قمت بصياغة الموضوع، نشرته في المدونة. ما هي الخطوة الموالية؟ الصور، يجب أن أختار صور تكون بدون حقوق ملكية أو أقوم بتعديلها في برامج التعديل المتواجدة على الحاسوب أو على الهاتف. ماذا بعد؟ سيتساءل العديد، هل هذا يكفي؟ قمت بكتابة 30 موضوع، 40 موضوع، 50 موضوع خاص بي، هل هذا كافي لكي يتم قبول حسابي أو مدونتي مع جوجل أدسنس؟ في الحقيقة هذا غير كافي. يجب على المدونة أن تتوفر أولا على قالب أو على تومبليت يكون خالي من الأخطاء، يكون تومبليت سريع، يكون تومبليت يعني قانوني، قمت بشرائه من عند شخص قام بتكويده أو تعريبه بطريقة قانونية، أي أنك لم تشتري تومبليت أو لم تأخذ تومبليت مقرصاً أو قمت بسرقته ووضعته في مدونتك لأنك لا تعرف ماذا يوجد في خبايا ذلك التومبليت. ربما قد يكون تومبليت قديم غير متوافق مع عدد من الخصائص، ربما قد يكون يتوفر على أكواد جافا قد تتسبب في بطء هذا التومبليت. يجب أن يكون تومبليت عادي متوافق مع عدد كبير من الهواتف حتى القديمة منها، عندما سأقوم بفتح الموقع في الهاتف يشتغل بسرعة، وبالتالي فإذا لم يشتغل بسرعة فهناك إمكانية عدم قبول موقعك في أدسنس. لماذا؟ لأن أدسنس أو جوجل بصفة عامة تقوم بتحليل جميع المصادر، لديها جميع أنواع الهواتف، جميع أنواع الشاشات، جميع عرض المواقع. فإذا كان هناك عرض غير متوافق مع نوع واحد أو اثنين من الأنواع من الهواتف فصدقني أنه لن يتم قبول موقعك أو حتى تطبيقك إذا كنت قمت بإنشائه. إذن فهمنا الآن الإمكانية الثانية وهي المرتبطة بالتومبليت. قم بشراء تومبليت من عند شخص موثوق، وسأترك لكم يعني روابط لشراء التومبليتات بشكل صحيح وموثوق، وجربتها كلها واشتغلت، سأتركها لكم في صندوق الوصف. إذن ماذا بعد التومبليت يا أخي العزيز؟ اسم النطاق. قد يتفق معي البعض على أن اسم النطاق هو ليس معيار، ولكن بحقيقة الأمر اسم النطاق هو معيار حقيقي وكبير لضمان أرشفة الموقع بشكل كبير على مستوى عناكب البحث. كذلك مسألة الإعلانات يعني تظهر في الموقع بشكل جيد وأفضل، وعدد من الأمور. إذن اسم نطاق أمر وارد يجب أن تقوم بتوفيره في موقعك، لأنه حتى وإن كانت فقط .blogspot أو blogger.com فالموقع يتم أرشفته أفضل من .com في بعض الأحيان. إذا كان هناك نشاط كبير في الموقع، تضع 100 موضوع في اليوم، سيتم أرشفتها بسرعة. إذن الآن اسم نطاق بالنسبة لك إذا كانت المدونة جديدة فأمر وارد. سأترك لكم كذلك روابط أخرى لمن يريد أن يشتري الموقع أو دومين أو أي شيء من هذا القبيل. ماذا بعد؟ إذن قمت بكتابة مواضيع كثيرة لا يجب أن يكون عددها أقل من 20، وضعت التومبليت، قمت بوضع التومبليت بطريقة صحيحة. ماذا بعد يا أخي الكريم؟ إذن أخي الكريم يجب عليك أن تقوم الآن بتقديم طلب إلى جوجل أدسنس فقط لكي نعرف ماذا هناك في الموقع. إذن الآن كخطوة أولية سأقوم بتقديم الطلب في جوجل أدسنس من خلال الطريقة التي تشاهدونها يعني أمامكم. تقوم بكتابة رابط الموقع الإلكتروني من خلال جوجل أدسنس ويقول لك أنه في وضع التحضير، انتظر لمدة 48 ساعة أو 3 أيام أو أسبوع وسيتم الرد عليك من خلال رسالة. إذا تم قبول الموقع يقولون لك أنه فعلا مستعد لقبول الإعلانات. إذا لم يتم قبول الموقع سيقولون لك الأسباب، وأغلب الأسباب الشائعة والتي يعرفها عدد كبير من الأشخاص
وهي أنه يقول لك أن هناك بعض الأقسام في موقعك غير مكتملة الصفوف، أو هناك بعض الصفحات الفارغة. إذن هنا يجب أن ننتبه كذلك لهذه المسألة. إذا قمت بوضع تقسيمات في موقعك مثلا كما يظهر لكم، هناك مثلا صفحة خاصة بالأخبار والساتيليت وكذا 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 وكذا، إذا كان هناك تقسيم واحد فيه صفحة فارغة سوف يتسبب لك في مشكلة عدم قبول الموقع. الشيء الثاني، إذا كان موقعك يتوفر على عدد كبير من الكلمات الدلالية، واللي هي التي تكون في بعض الأحيان غير مفيدة، فكذلك لن يتم قبول موقعك. أنا أكتفي بكلمات دلالية تكون لها علاقة بالتقسيمات في المدونة. إذا مثلا هذا الموضوع هو يتكلم عن الربح في الأنترنت، إذا سوف أقوم بوضع تقسيم في الربح من الأنترنت، وسأقوم بكتابة تاجز أو كلمة دلالية فيها الربح من الانترنت. إذا هذه الكلمة يجب أن تشمل جميع مواضيع الربح من الانترنت. الساتيليت، سأقوم بكتابة ساتيليت تشمل جميع مواضيع الساتيليت فقط في إطار تلك التقسيمات. إذا لدي 10 تقسيمات، 20 تقسيم، يكون فقط 20 كلمة دلالية في الموقع. لا ترتكب ذلك الخطأ الجسيم أو الخطأ الفارغ الذي بينصح به بعض الناس، وهو قوموا بتكثيف كلمات دلالية لكي يتم لكي تتم أرشفة الموضوع بسرعة. لا، كلمة دلالية هي أن هذا الموضوع ينتمي للربح من الإنترنت، اكتفيت فقط بمقال في عدد من الكلمات التي لا يجب أن تقل على 100 أو 150 أو 500 أو 600 أو 1000 كلمة. إذا كانت هناك، كلما كان عدد الكلمات بشكل أقوى وكلمات دلالية داخل الموضوع بشكل أقوى، فالعناكب هي تقوم بتحليل النص وليس لتاكس، لأن لتاكس في بعض الأحيان هي فقط توصل لفكرة الموضوع، أن الموضوع يتحدث عن الربح من الإنترنت، والكلمة الكلمات الدلالية سوف يتم استنادا لكلمة الربح من الانترنت في موقع كذا او موقع كذا. اذا هذا طبيعة الحال فقط هو اختصار، ولكن النص هو التفصيل. اذا هذه المسألة هي ضرورية، لا تكثف الكلمات الدلالية. اذا لنتفق على هذه المسألة، تقسيمات يجب ان تتوفر على 4 مواضيع او 5 مواضيع في كل تقسيم على الاقل. الشيء الثالث هو تضع الكلمات الدلالية في القائمة الجانبية كما هو ظاهر لكم. الشيء الرابع، وهذه طبيعة الحال تبقى خطوة اختيارية، ولكن أنا في نظري إذا أردنا أن نظهر هذا الموقع أنه يتكلم بصيغة رسمية وأن له أشخاص كتاب مسؤولين، كذلك هناك مجموعة من الأشياء التي يجب كذلك أن تعلم بها زوارك، من بين هذه الأشياء ستلاحظون أنه يجب أن أقوم بعمل تعريف للمدونة، يعني أقوم مباشرة بإنشاء صفحة وليس منشور، يعني أنشر يعني صفحة يعني في مدونة بلوجر، وأقوم مباشرة بكتابة فيها تعريف المدونة، وسوف أعطيكم يعني مثال حي لعمليات التعريف يمكنكم يعني أن ترجعوا لها في مدونة الربح.com، وليس سأترك لكم رابطها مرفق في صندوق الوصف. كذلك تضيف صفحة من نحن، واتفاقية الاستخدام، سياسة الخصوصية، أرشيف المدونة، وأيضا يجب أن تضيف حقل خاص باتصل بنا. إذا كان التمبليت أو القالب يعطيك إمكانية للاتصال بنا على هذه الشاكلة فجيد، إن لم يكن يعطيك هذه الشاكلة تقوم فقط بكتابة للاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني، رقم الواتساب، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذه الأمور يمكنكم الاطلاع عليها من خلال مدونة الربح التي سأتركها لكم في الرابط المرفق في صندوق الوصف. إذا هذه طبيعة الحال من بين أبرز الأمور الشائعة التي يجب أن تركزوا عليها، وهي كما قلنا يجب أن يكون التقسيم أو القائمة الرئيسية تكون حسب المواضيع التي لديك. إذا كان هناك أي فرع أو لا أي يعني أي مجال يعني قمت بوضعه في القائمة الرئيسية كان عبارة على صفحة فارغة، فالأمر سوف يسبب لك مشكلة عدم القبول. إذا كان كذلك عدد كبير من التاجز كما قلت لكم وأشرت هنا يعني في مسألة التسميات، إذا كان عدد كبير من التاجز وعدد المواضيع بها قليل، فهذا الأمر كذلك يسبب يعني مشكلة على مستوى عدم قبول يعني عوائد الربح أو قبول يعني جوجل أدسنس يعني من خلال مدوناتك. كذلك عدد المقالات لا يكون أقل من 30 مقالة تقوم بكتابتها بشكل فردي. كذلك مسألة الصور، يجب الصور أن تكون يعني صور بدون حقوق ملكية، وهي يستحسن فعل ذلك، يستحسن تجنب النقل وكذلك اللصق،
وكل هذه الأمور إن شاء الله سوف تكون سبب حقيقي وراء تحقيق ميزة الربح أو تفعيل ميزة الربح في جوجل أدسنس. أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو. لا تنسوا تشريفنا بزر لايك إذا عجبتكم هذه الحلقة. فللمزيد من مواضيع الربح من الإنترنت سأترك لكم رابط مدونة الربح في صندوق الوصف. إلى اللقاء.